الملك عبد العزيز اخواننا قبل هذا محمد بن عبد الوهاب. اسمعوا التاريخ، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله امر من كان معه من اتباعه بان يسووا القبور. الجزيره العربيه كانت اول من عندكم قبب على القبور واضرحه ورايات وطواف وذبح، فامر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بتسوية القبور على السنة، تسنم حجرة وحجرين وهدم كل ما يكون على القبور. هدم أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب القبور وسووا القبور إلى أن وصلوا إلى فارس. سووا القبور. عندما انهارت الدولة السعودية الأولى، سقطت الدولة السعودية، نحن دحين الآن نحن في الدولة السعودية الثالثة الآن اللي نحن فيها. الدولة السعودية الأولى كان فيها محمد بن عبد الوهاب مع الإمام محمد بن سعود، أسأل الله سبحانه وتعالى تغمده واسع رحمته. انهارت الدولة السعودية الأولى، بنوا القبور كما كانت. فقامت الدولة السعودية الثانية، هدموا القبور. انهارت الدولة السعودية الثانية. جاء الملك عبد العزيز هو المؤسس للدولة السعودية الثالثة. عندما تولى الحكم هدم القبور. دخل الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى المدينة. ملك يوجد ركن للشافعية وركن للأحناف وركن للحنابلة. فالمهم جمع العلماء الملك عبد العزيز رحمه الله، وكانت البقيع موجود هذا في الصور، كانت هذه البقيع اللي تراها الآن كلها قبر وأضرحة وآيات. يقول الشيخ شيخنا الشيخ علي بن سينا رحمه الله تعالى، يقول اجتمع بالعلماء وقال لهم أريد حكم بناء القبر على القبور. ما تكلم أحد، خافوا، لا يعرف هذا يريد القبر أو لا يريد القبر. فقام رجل من الشافعية رحمه الله وقال أنا أريحك وأريح الجميع، أنا أجيب عن الجميع، البناء على القبور قبر وغير القبر محرم على المذاهب الأربعة. فأمر الملك عبد العزيز رحمه الله على الفور أن تسوى، وبقيت من هذا الوقت إلى يومنا هذا على ما ترى. وقلنا لكم بالأمس أمر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بهدم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأنه كان من أهل السنة من يأتي يقول أريد أنظر إلى المكان الذي كان فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هو يهدم هذا ويقول لا تشد الرحل وكذا، وبعض هذا يأتي بعض الناس يذهب يقول أريد أنظر، إيش تريد من بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟